هذا انفجار التانك الثاني لشركه مصابي عدن، وهذا الاهمال كله من سبه المدير، ما قبلهمش لا رغوه المواد حق اللي تطفي يطفوا بمياه صافي. هذا كله عشان العيسي يخليها مستودع للخزانة، بس للخزن. هذا الحريقة كلها هنا يا ياسر. ها؟ شلوا القهال قهال قهال، شلوا القهال بعدهم. الحرب ما حرقت هكذا، شباب المخلص طفاها، الآن ما حد يطفيها، العمال راقدين باطحين كلها عشانك يا عيسي، خليها غزل. الله ينعم عليك يا شرعية السرق. حرقها الحوثي، حرقتها الشرعية، الله ينحلهم. والله في توانه كثيرة يا ياسر، شوف النار يا ياسر، شايف الشاشة؟ وقفت امه تطفي الثانية، الثانية ايوه قدم بقر. من بعد هذا الخبر دخلنا، هذا ما يطفوا، يطفوا بماء قدم من امس الحين، نقول لهم لا يطفوا بماء، قولوا لي رغوة لكن ما في فايدة. قلت لك هذه التوانه تروح البوابه دي في احمد سالم، كله اصحابك محل معاهم بالموقع، لان فريق محل معاهم محل معدل، يعني حرقتهم هربوا الناس كلها هناك بوابه، شو اسمه السالفه، عارف السالفه عبد الله، عارف السالفه عبد الله، هذا في واحد خز ازر، وفي واحد اسمه بترول، بس قلت لك هذا ثقيل ثقيل، نوع ثقيل، عدم الصفاش كامل. ليش هذا كله الان اللي جنبه، اللي جنبه الان بيقول بب اللي جنبه، اللي جنبه شوف فين، ها شوف فين جنبه، جنبه النار لا يطفوا، لا جنبه جنبه لا يطفوا، ما يقدروا والله ما يقدروا، ما فيش رغوة، الرغوة ما في. وعلى انحراف